عسلامة. سلام، لاباس؟ الحمد لله. صحة بخير؟ الحمد لله. عرفنا عليك. ألي من الوردي. ألي شنو هي الحاجة اللي تعجبك في بلادك؟ حط شيء. حط شيء؟ إي، خاطر ريا كان في الشباب كلها ماهيش في تونس. فارغة بلادنا، يمشي البلدان الآخرين تلقاها معبية وناس فرحانة. تلقاش لي يطلب وذية كل في كل دورة تلقى 200 واحد يطلب، 200 واحد يشكي، 300 واحد بطال ليف. تونس تسخف تسخف على الاخر. تشوف فيا 18 سنة نحكي هكا وبنية ما تجيش. علاش ناس تحرق بالله؟ علاش يحرق؟ خاطر فماش فما حد شي يعجب في تونس. جيب لي حاجة تعجب. حتى شيء يعني واحد كمل القرايه يحب يخدم، فماش خدم بالجعاله بالفلوس، لازم تدفع رشوه، يلزم برشا حاجات. ماستا ما تعجبنيش انا واحده من الناس تونس. تحب تعيش؟ لا، ما نحبش. نحكي على البيوت نتاعي، ما نحبش تونس وكها. عطينا انت شنو هي البلاد اللي انت تحس روحك تلقى فيها راحتك؟ لا، ما عنديش. مازلت صغيره، مازلت ما خممتش هيك. ونحب نشوف عبيد ماشية. علاش تونس ماشية وتفرغ، مش ماشية وتتكاسل؟ هاي علي انت الحرقة شنو رايك فيه؟ انا بوغ الحرق. بور الحرقة. لو تجيك فرصة انك تحرق انا لي نخدم بالسيف عليهم لهني. مش بالسيف عليهم، بالسيف، فما قانون. لو تجيك فرصة انك تحرق؟ لا، نخدم بالسيف في تونس. يعني فما قانون، نخدم بالقانون. واحد عنده شهيد وقاري طول عمره، في الاخر يقول لك ما تخدمش وبالجعالة وما نعرف شنيا. صعيب برشا. ما بحبوش بالسياسة، فما عنف. كيفاش فما عنف؟ فما عنف. تستعمل عنف؟ نستعمل عنف باش تخدم؟ علاش هذاك يخدم خير مني؟ مستحيل. كيفاش انت بور؟ اما اي لو كان جيك انت فرصه ما تمشيش؟ نحب لهنا نخدم وبالصيف عليهم. مالك فاش انت بور الحرق؟ ما بش يشوفوني انا اصحابي كيفاش انا قاعده نقرا ونخدم لهنا، يتشجعوا بلي انا نقرا ونوصل ونخدم ويطبقوا القانون كيفي ويخدموا في تونس. علاش لازمهم شحر؟ لماكش بور انت تو؟ يدي عادي الحرقة، اي يمشي ويحرقوا جوهم بي، اما خليهم. علاش بعد ما واحد يجمل امه تبيع داره، الاخر يبيع كرهبته باش ولده يحرق، في الاخر يفكلهم فلوسهم. ما نعرفش عجبكش 3 سنين تالي طفل بشهيته وجاب شي قدمه ما لقاش خدمه، هشيته وحرق. تعجبك هذه تونس؟ باهية تونس. تبيع بلادنا باهية. حتى انت باهية. كيفاش ترى مستقبلك انت؟ مستقبلي حاجة بيه، ومازلت ما عنديش راو بيوت في مخ، مشني حاد. ماكش تخمم في حاجة هكا انت تطمح لها ولا تحب توصل لها؟ نخمم في برشا حاجات، بس شني تجي فيها حاجة. ما نحبش نقول انا عمش نخمم. صحابي يسرقوا لي مواهبي. يسرقوك مواهب؟ اي، هذا طموح معناه، مش باللازمة العبيد تكون عندهم نفس الطموح. ليه؟ ما هو سبحان الله نقرا في حاجات ناس تمشي تقرا فيها. هذا نحب انا وحده انانيه. انت وحده انانيه؟ ما نحبش كون كيف، نحب واحد، نحب حاجات نقرا فيهم انا واحد. تشبه بهيرة؟ ما نحبش. انت كان جات عندي اختي انا وياها توي، ما راني قتلتها مكانها. طول ترجم عن الانانيه هذه؟ ما نحبش. نحب نقرا وحدي، نوصل وحدي، نخدم وحدي وبمزيد حد، والحمد لله. تقرا وحدك وتوصل وحدك، يعني ما تحبش الخير لغيرك؟ ليه نحب هكا يقروا على رويحهم، مش مدخني فيهم بالليل. هاي خلي يقراوا وربي يوفقهم. حاسي لو قلت لك انا بيوتي محلي على الاخر، خاطر ربي قال تفائلوا خير تجدوا. انت متفائله برشا؟ يس. شنو هي المتفائله بيه مثلا؟ باللي ربي مش باش يخليني كي نكبر. ان شاء الله ربي سامحنا، لو غفور رحيم وشديد العقاب على كل العباد الاخرى. العقاب على العباد الاخرى؟ اللي ما تصليش، اللي في القهاوي هذيك تفرج قداش من قهوه معبيه بالليل، تي برا تدخل الجامعه تلقاش من با ثلاثه، تي حتى ثلاثه يمشوا باش يرقدوا على الكليماتيزو. وتقول لي تونس باهي.
هكاك تشوف تتفرج تجيب لي واحد عيط لي لاي واحد اساله على ايه يجاوبك عليها صحيحه، اعطيه حديث قوله فسره لي يجاوبك عليه صحيح. انت تحب تقول انه شباب بعيد عن الدين؟ اي يس ما نعرفش منيش علاش يبنيو جامع يمشيو يكسروه، حتى حتى اللي يبيعوا في الاوراق هذوكم تاع الجوامع هكا اللي بدينار الظهر تقول لك ميساج خان ما ناخذهاش تيكي ما يعطيه فلان 100 كعبه يلزموا يبيعها، 100 كعبه يلزموا يبيعها، هو يبيع نقولوا 50 ويجيو 50 اخرين يعطيوه الفلوس ما هذيك ولا كل يوم يطلبوا هذيك كل يوم باش تعمل عملية كل يوم 8 سنين وهي باش تعمل عملية تاع ولا عملتها ولا كلمة حتى محارم ولا مخدة في كاشة باش تولد كملت 9 شهور رجعت لها باش نعاود نعطيها دور 9 شهور اخرين ومازالت ما ولدتش باش تولد تفهم فيا تيكذب واش ترى الناس تكذب الناس تتنوفق تونس عبيد ما همش في حاجة للفلوس هذيك وهما يتظاهروا أي يتظاهروا تجيب لي طالبة ونتبعوها تو بالتدقيق وتظهر ما عندهاش دار وما عندهاش تليفون وما هي تجي يكذبوا تي لاباس علي خير مني ومنك هذيك تصور هذيك خدمة ها أنا خدمة بتاعك تمشي تخدم على روحك تمشي تحارب تخدم كان علاش ما قريت سامحني تمشي تقرا وتخدم على روحك انت هذا ما يعنيش انه فما ناس بالحق معناها مستحقه براحه واحد ولا ما عادش يعرف انا مستحق وانا مش مستحق في تونس بالدليل معناها يلزم بالدليل كيف يعرضك شكون تعطيه ولا لا كيف يعرضني شكون دي كلها على بعض تعرضني واحد لاني تعرضني الاخرى تبكي تعرضني الاخرى في كاروسه زيد تعرضني الاخر معاق زيد تعرضني الاخر مشلول هكا هاو هاي ما نعرفش انا شكون يكذب وشكون انا واحده من الناس ما نعطيش نعطيش يبدا عندي وما نعطيش علاش خاطر ما نعطيش خاطر تحبهم يخدموا على رواحهم ما يسخفني حد راوي يسخفك حد الجمله نسيتي مثل احساس ما عنديش ما عنديش قلب ما تحسش ما نحسش والله لا يسخفني حد مش كي يبدا يقتلوا فيا قدام والله خاطر باز هو عمل حاجه والاخر باش يرجع له الفزه نتاعو وزوز متخلفين يتعاركوا كان جاي الاخر مشى وشكى والاخر كيف كيف قال له سامحني و... ربي يحب التسامح عندك اللامبالاة اي يس حسك عايشه في كوكب واحد وحدي وين ما يفهمني حد علاش ما يفهمك حد ها نعرفش ما يفهمني حد ما عندي شكون نحكي وما نحكيش لحد وديما واحد هي الوحده اي بي ولا جربها ننصحك بيها على مش وحده راني متعقده ولا ك اي جربوا جربوا الاحساس هذايا تو تعرف قداش محلي على روحك ترتاح من برشا مشاكل اي منعزله على العباد فهمت اي خاطر عندي نفر نقول نخرج كل يوم مع 30 ونزيد نصحب 40 ونضحك مع اجي اصحابي مش عاديين مش صحاب صحاب راه صحاب في السماء كها كلمة الختام مش تحب كها عندي منقول ربي يهدي الشباب التونسي